يعني ربما اخطا لا ده يسأل مصلحته. لا اخطا اللي انا ربما يعني اللي انا كنت اتوقعه اللي انا كنت اتوقعه بالذات من ليس من الاخ الاخر ده اللي هو بيقول لك دي محميه وبيناشد وزير البيئه انه لكن من الاخ هشام خليل من الاخ هشام خليل انه لما يكتشف انها ليست جزيره امون وانه الاجراءات زي ما قال الشركه وحتى الاجراءات دي لا يسال فيها الوزير الاجراءات دي تسال فيها الشركه البائعه تحاسب عليه تحاسب او تسال ده ما اسالش انا فيه ما لا معناه ايه ما لا خليه بس خلص بس اتفضل يا فندم كنت اظن ان اللائق والمفروض واللي تفرضه حتى يعني بلاش الـ 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 يعني العلاقات الشخصية الممتدة من أيام ما كان هشام قد كده كنت أعتقد إن هو يطلع ويقول أنا آسف أنا حصل خلط بين جزيرة أمون وقرية توت أمون أنا ما سمعتوش إذا كان قاله فأنا بشكره إنه قاله وبعتذر على إن أنا اللي قلته إن ما كانش قاله فأنا أقصد كل كلمة قلتها لا والرد يبقى عنده الرد يبقى عنده هو مش عندنا الاخ الثاني بقى الاخ الثاني طبعا انتظر منه حاجه لا انتظر منه شيء وده يعني الحقيقه بقى مشهور بانه رجل القصاصات تعرف رجل القصاصات بمعنى ايه يجي مثلا يقعد معاك في برنامج تلفزيوني ويقول حاجه او يقول حاجه في المجلس وبعدين حد ينشرها له وبعدين يقعد معاك في برنامج تلفزيوني ويحط شنطه جنبه ويقول لك انا معايا المستندات ايه المستندات اللي معاه قصاصات الصحف عن الحاجه اللي هو قالها قبليها ده بيفكرني بقصه جحا جحا له قصه كده ظريفه جدا انه ماشي في الشارع فالعيال قاعده تضايقه كده بيجروا وراه ويرموه بالطوب وبتاع فبعدين قال لهم ده في اخر الشارع في بيت فيه فرح وبيعشوا الناس ببلاش فالعيال طلعت تجري في اتجاه البيت تروح تتعشى فبعد شويه لقى العيال بتجري قال لا يكون فعلا في فرح طلع يجري وراهم فالاخ ده يطلع خبر وبعدين يقصه من الجورنال ويمسك لك شنطه ويطلع في البرامج التلفزيونيه ويقول لك ايه انا معايا المستندات في الشنطه نفسي يوم يطلع المستندات يفتح الشنطه عشان بس نضحك كلنا على التهريج اللي بيتم هذا التهريج لا يجب ان يكون ده مقبول ضمن اللعبه السياسيه انما برضو لازم يكون فيه معيار انت النهارده انك بتوجه هذا الموضوع اللي يصل الى انك بتحط سمعه عائله لها تاريخها ولها زي بقول لك انا على فكره بوجه في النهايه هذا الحديث انا هوجهه ان انا بقول هذا الكلام اكتر من ان انا بشرح وجهه نظر انما انا بقوله لعشرات الالاف الاسر المرتبطه بالعائلات دي والعاملين في الوزارة حتى يكونوا مطمئنين ان هما بيشتغلوا مع الناس ممتازة عيب الواحد يقول على نفسه كده بيشتغلوا مع ناس يجب ان يكونوا هما فخورين انه بيشتغلوا في هذه الوزارة في هذا التوقيت انا دول اكتر ناس انا الحقيقة كنت شايل همهم في الفترة اللي فاتت لغاية ما جات لي فرصة ان انا اوضح هذه الامور وانا سعيد ان انا بوضحها وسعيد ان هما بيسمعوها ويرجعوا لحالة الهدوء النفسي والاطمئنان اللي كانت موجودة عندهم قبل هذه الزوبعة الكبيرة اللي استمرت ومصدرها زي ما بقولك ناس مش قادرة تفسر بين جزيرة خمس فدادين وقرية وسط أسوان 238 وقرية 238 على البحيرة على بعد 15 كيلو ونقول والله لا ده يبقى دي تمنها 800 تمنها ايه ومش طب ممكن تفسير تدخل السيد الرئيس في هذا الأمر ازاي؟ يعني هل كان تدخل لأن المعلومات اللي وصلت للسيد الرئيس لا 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 لا, لا 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 خطأ ده مش مظبوط كده خالص لا نعم بحيرة السد العالي لها قانون حتى النهارده ما تقدرش تبني قرية زي دي على البحيرة لأنه لا يسمح أن أنت تبني هذه المباني قريبا من شط المية على البحيرة الشركة المالكة لهذه القرية شركة حكومية يعني الدولة أنه القانون الجديد لا يسمح لك تبني في هذه المنطقة إنما القرية دي بنية الحكومة بنتها من 25 سنة القرية دي زي ما أنت شفت على الخريطة تقريبا ملاصقة للسد ومبنية قريب جدا من شط المية الرئيس من وجهة نظر استراتيجية ارتأى ان تظل ملكية هذه الارض في حوزة الدولة ولكن تعطى للقطاع الخاص بحق انتفاع
حتى ينمي المنطقة. الفندق ده على فكرة اشتغل سنتين مع شارتون واشتغل سنتين مع هيلنا وشركة المالكة حاولت تشغله 10 سنين ثم بقاله مقفول 12 سنة. حرام ان هذا رأس المال يفضل معطل، والرئيس طبعا بيشجع التنمية الى اخره، فعايز يشوف ان الفندق، انما عنده رؤية استراتيجية ان هذا الموقع بالذات لا يجب ان يكون في يد قطاع خاص الا بحق الانتفاع. الرئيس على فكرة يعني انت اللي بيعرف الرئيس، الرئيس طيار حافظ مصر دي زي ما انت عارف شوارع القاهرة كده، يعني وهو طاير حافظ مصر دي وشايف كل حتة فيها، والحمد لله ربنا يعني يديم عليه نعمه ذاكرته. انا بتعجب يعني ساعات يتاح لنا فرصة انه نتكلم عن جغرافيا مكان، احنا كلنا عندنا حالة تخوف جدا من انه نخطئ في جغرافية المكان، لانه حافظ مصر من فوق، عارف قرية توت امين فين، وعارف جزيرة امون دي فين، وعارف دي قدام السد ودي ورا السد، كل الكلام ده دي معلومات بديهية عند سيادة الرئيس، مش 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 موضع للحوار فيها. يعني تستشعر ان حضرتك قفلت هذا الملف قرية توت امون؟ لا، انا عايزك انت اللي تقول لي هل انت لا انا من فترة فهمت الملف يعني، وبعدين اشتغلت يعني هو كتير هو حافظه خلاص يعني، يعني انت دلوقتي تقدر تقول انه القصة اصبحت واضحة ولا تحتمل الشك والتأويل. حضرتك لان انا جزيرة هكرر تاني للمرة المية، لا يمكن جزيرة امون، جزيرة خمسة افدنة في وسط مدينة اسوان، الفدان فيها لا يقل عن 3 مليون جنيه. نعم. ما فيش جزيرة امون مساحتها مش 238 فدان، والشيء اللي بتبيعه شركة مصر اسوان هو قرية توت امون اللي تقع 20 كيلو جنوب اسوان كده. اعتقد انا ما اعرفش اشرح، احنا كملنا المثلث. انا كان معايا محافظ اسوان ومعايا السيد ياسين منصور ومعايا الان وزير الاسكان اللي بيقول كده اتقفلت. وارجو الناس اللي اثرت هذا الكلام واللي ادعت انها راحت الجزيره وشافتها انه رسالتك ليهم وصلت يا فندم من الاول، اعتقد يعني وادعوهم اذا كان فهمهم خطا ان يطلعوا للراي العام. مش عيب، لا مش عيب، مش عيب بتاتا. هو العيب انك ترى الحق وترى الاخرين بينضروا من هذا الحق، من عدم قول الحق، وتقعد ساكت. طيب انا ملفاتي كده الوقت بيضغط عليا، عندنا ملف ارض التحرير ده ظريف جدا ولسه لا ده مش شائك، ده ظريف جدا بس هو طبعا هي كلها تبدو حاجات ظريفه كده. لا ما ده حقائق. ما انت عارف لما تمسك لو في موضوع كان الواحد يبقى منزعج او بتاع، يا ريت في موضوع عشان نتكلم فيه. هنرجع وهيبقى حضرتك هتجاوب عليا. طب طالما الموضوع سهل كده، ليه استنيت الوقت ده كله وهي قاعده تكبر زي كره التلج؟ ليه من بدري ما طلعتش وزير الاسكان يقول يا جماعه الكلام ده غلط، ادي واحد ادي اتنين؟ هسمع اجابتك بعد الفاصل. قوي